مرحبا يا أصدقاء، معكم باور تونز. أنا أعتذر حقا عن السحبة التي حدثت مؤخرا، وسبب السحبة هو أنني أخطط لمشروع كبير وأمل أن ينجح. المهم، هذا الفيديو هو الجزء الرابع من سلسلة فضائيين لم تسمع عنهم من قبل في بنتن بعد 5 سنوات. لنبدأ. أولاً، جوبر، وهو عبارة عن كتلة لزجة خضراء، وهو يشبه جوب من ناحية الشكل، واسمه يتشابه كثيراً مع اسم جوب. المهم، يستطيع جوبر أن يسحب طاقته من العدو ليغذي طاقته المتشابك، وإذا كان يواجه شخص لديه ذكاء منخفض فيمكنه التحكم بعقله، وأما إن كان يواجه شخصاً لديه ذكاء عالي فسوف ينمو بحد أقصى بوصات إضافية، وستبدأ يديه بالانتفاخ. ولقد لاحظ بين أن جوبر يشبه جوب كثيرا، لذا أراد تسميته جوب جي آر، ولكن كيفن اقترح عليه اسم جوبر. ثانيا، وايندويد. وايندويد عبارة عن عشب حي شبيه بالبشر مع انفاخ الرياح التي تدور حول أطرافه، وتعمل الفروع الصغيرة الموجودة على آخر الذراعين كأصابع، ولديه نظارات كبيرة ومستديرة، ويمكن للأعشاب الهوائية أن تتلاعب بسرعة الرياح وقوتها عن طريق تسريع تيارات الهواء، مما يسمح له بإطلاق أعاصير صغيرة من يديه وخلق أعاصير صغيرة، ويمكنه أيضا تجذير نفسه في الأرض لخلق عواصف رياح أكبر. ونظرا لكونه عشبا حيا فإنه خفيف بدرجة كافية ليحرك نفسه بعيدا، ويستطيع التحكم في سرعة التيارات الهوائية الخاصة به في الانزلاقات والتدفق بسرعات كبيرة جدا، ولديه صندوق يمكنه من التحكم في تيارات الهواء التي يصنعها، وهو يرتدي نظارة واقية لمساعدة عينيه من الضوء القاسي والظروف الخطرة، ولكنه عديم الفائدة تقريبا في المناطق التي لا تحتوي على جزيئات الأكسجين المناسبة للتلاعب. وعيب أن تكون الحشائش عبارة عن عشب قابل للاشتعال، وأي اتصال بالنار لديه القدرة على حرقه من الداخل إلى الخارج. ثالثا، نايت أول. نايت أول هو فضائي طويل القامة يشبه البومة مع ريش أسود، يعمل بمثابة عباءة حول جسده، ولديه ريشتان كبيرتان بارزتان من رأسه يشبهان الحاجبان، ويقع رمز الأومنيتريكس على جبهته. يستطيع نايت أول نقل أي شيء أو أي شخص من خلال جناحيه، ويمتلك نايت أول ذكاء أكبر من ذكاء معظم المخلوقات. ونظرا لامتلاك نايت أول نفسه في فيسيولوجيا البومة الفعلية، فإنه قادر على تحريك رأسه بزاوية 360 درجة، أي مثل هذه البومة. وهو قادر أيضا على الطيران. وإلى هنا أكون قد وصلت إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء.